مساء الخير عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده على تشوس تيوب. النهارده هتكلم عن التون بتاع الجيتار، ازاي ان احنا ممكن بطريقه سهله جدا ان احنا نعمل تون مناسب للبلوز. هي معظم التونز بتاعت البلوز بتبقى بيزك تونز، يعني حتى ممكن يبقى الجيتار على الكلين شانل في الامب وبنحط عليه شويه حاجات بسيطه بيبقى التون مناسب جدا، زي مثلا التون بتاع بي بي كينج والبرت كينج والناس اللي هم القدام بتوع البلوز دول، هنلاقي التونز بتاعتهم بيزك قوي. وبعد كده في الجزء الثاني من الفيديو هنتكلم عن التون اللي هو فيه شويه اوفر درايف، زي مثلا التون بتاع اس ار في او ستيفي ري فون، والتون مثلا بتاع جاري مور. نشوف ازاي ممكن ان احنا نعمل دوت على المالتي افكت اللي عندنا او على السوفت وير اللي عندنا. اول حاجه تعالوا نشوف السوفت وير اللي انا شغال عليه. انا شغال على زي ما انتم شايفين سوفت وير اسمه بوت فارم، وهو تبع شركه لاين 6. هو السوفت وير ده اللي بيتحكم في الهاردوير او الهاردوير يونت، الهاردوير افكت الموجود عندي اللي هي لاين 6. بس نفس الكونسبت اللي بنتكلم عنها، يعني مثلا لو اتكلمنا عن الامب اللي هنا، عن الافكتس الموجوده في التشين زي الديلي الاوفر درايف والداينامكس والنويز جيت، كل الكلام ده، كل الكونسبتس دي هنلاقيها ممكن تتطبق على كل المالتي افكتس الموجوده في السوق زي بوس، زوم، ديجيتك او اي مالتي افكتس تانية. تعالوا نسمع التون الاوريدي اللي موجوده قدامنا دي. حاجة تعالوا نتكلم عن ايه اللي بيأثر على التون بتاع الجيتار. اللي بيأثر على التون بتاع الجيتار طبعا الاوتار اللي عندنا، سنك الاوتار ونوعها والمادة اللي هي مصنوعة منها بتأثر على التون بتاع الجيتار. كمان الخشب بتاع الجيتار، الخشب، نوع الخشب المصنوع منه الجيتار بيأثر على التون وعلى السستين اللي هو الامتداد بتاع النغمة لما تتلعب بتقعد ترن قد ايه. وطبعا اهم حاجه اللي هي البيك ابس اللي عندنا هنا دي، في عندنا النيك بيك اب والبريدج بيك اب، كل واحد فيهم بيدي صوت تون متميز، وكمان الميدل بيك اب لو عندكم. فاحنا هنتكلم في الفيديو ده ببساطه على تون جينيريك ممكن يمشي على اي نوع، على اي ضبط بيك اب وعلى اي جيتار بشكل عام. والبيك اب اللي احنا هنشتغل عليه المره دي اللي هو النيك بيك اب اللي هو موجود على النيك دوت، بنتأكد عن طريق السيلكتور ان احنا مختارين النيك بيك اب اللي هو بيكون مناسب اكتر للسولوينج وبيكون مناسب اكتر للبلوز. تعالوا دلوقتي على السوفت وير نيجي نعمل نيو، هنختار نيو تون. هنيجي اول حاجة عندنا الصوت، لو جربناه دلوقتي هنلاقي ده الصوت اللي طالع من الجيتار دايركت على السبيكر، ما عليهوش اي نوع من انواع البروسيسنج، حتى زي ما انتم شايفين انا مش موصل على امب. فاول حاجه هنيجي هنختار امب بيزك نوصل عليه. طبعا في انواع قدامنا هنا امبس كتيره قوي زي ما انتم شايفين، انا هختار نوع يكون مناسب للبلوز، هيكون كلين. ده هنا الامب ده سيميوليشن للفندر امب، وزي ما انتم شايفين هنا الكنترولز اللي عندنا دي بتاعه الامب هيد، وبيكون فيها الاي كيو او الايكوالايزر والبريزنس. هنظبط الايكوالايزر والبريزنس على 5 او اللي هي الظبطه الفلات، وبعد كده نشوف التون دوت مناسب ولا لا. هنخلي البريزنس برده 5، هنعلي الفوليوم على الاخر عشان هو واطي دلوقتي، وهنخلي الجين قليل، هنخليه مثلا على 30%. نسمع كده التون. اول تيست لازم نعمله على التون عشان يبقى كويس وعشان ما يكونش فيه بيز زياده او تريبل زياده، ان احنا بنجرب تحت هنا الاي ميجر مثلا. صوت ماشي. بعد كده عندنا هنجرب على الجي ميجر.
وهنجرب الثلاث اوتار التوب دول عشان نشوف لو في تريبل زيادة او في صوت مسرسع او يلسع او كده. نجرب نغمات لوحدها كده. ممكن نقلل التريبل شوية نخليه عند 4 زي ما انتوا سامعين الصوت. معقول التون بس دراي شوية او فلات يعني مفهوش داينامكس، مش حاسين بسستين او اي كاركترستيك للساوند اللي طالع بتاع الجيتار، بس هو مفهوش بيز عالي، مفهوش بيز زيادة يعني ولا تريبل زيادة. دلوقتي هنيجي هنحط حاجة كمان على الامب هتظبط الساوند او هتظبط التون ده، تخلي فيه يبقى مور ريتش ولي كاركترستيك واضح. فهنيجي في الداينامكس هنا هنحط كومبريسور، بري كومبريسور يعني كومبريسور بيتحط قبل الامب، هنيجي نحطه هنا قبل الامب ونظبط السنسيتيفيتي بتاعته على 50% والليفل على مثلا 70%. نسمع الصوت دلوقتي كده، الصوت نلاحظ انه ابتدى يبقى ريتش، نشوف لما نطفيه هيبقى الصوت ازاي. وادي كده لما نشغله نجرب نلعب بالتون دي على باكينج تراك عندنا ونشوف الصوت هيبقى عامل ازاي. اللي احنا حطيناها دي او الكمبريسور ظبط التون شوية، خلى فيه سستين زيادة، لكن لاحظنا ان التريبل عالي شوية يعني التريبل مغطي على بقية البيدل والبيز بقية التون. فهنقلل البريزنس شوية هنخليه عند 3 كده، وهنقلل التريبل برضو شوية هنخليه عند 3. فكده عندنا ده التون الكلين اللي احنا عملناه مع بعض. ممكن دلوقتي نحط حاجات بسيطة تظبط التون دوت وتخليه مناسب في الباكينج تراكس بيكون فيها سلو تيمبو او بتكون شوية اتموسفيريك او فيها محتاجة سبيس في التون اكتر. فده عن طريق ان احنا نزود حاجتين. اول حاجة هنيجي ريفيرب، هنيجي مثلا نحط small room reverb اللي هي حاجة بيزك جدا، نخليها مثلا عند 50%. ونيجي نحط كمان delay عشان يدي التون شوية richness وشوية احساس كده spacey. نيجي digital delay، ممكن نحط اي نوع ديلي لكن اللي انا متعود عليه على السوفت وير ده هو الديجيتال ديلي. عندنا هنا ده الفيدباك اللي هو النمبر اوف ريبيتس
مثلا 30%، والميكس ده هنخليه عند ماشي 26%. نسمع كده التون بقى عامل ازاي بعد الديلي والريفرب. ممكن التايم ده نقلله شويه نخليه 450 ونجرب كده التون دوت مع باكينج تراك عندنا سلو تيمبو. نسمع كده مع بعض. هنتكلم بسرعة عن الاوفر درايف او ان احنا ازاي نخلي التون دوت يبقى ليه نحط عليه افكت زي الديستورشن كده بس حاجة على اخف شوية. فهنيجي هنا عندنا ديستورشن، هنختار الاوفر درايف اللي هو السكريمر، وده من اشهر البيدلز اللي موجودة للديستورشن او الاوفر درايف من ايبانيز. هنيجي هنا نجرب الصوت عامل ازاي دلوقتي. نزود شوية الدرايف نخليه 70% والجين شوية والتون نخليه زي ما هو كده. ممكن نزود التون، نزود الجين شوية بتاع الأم نخليه 40%. ممكن نقلل الميكس بتاع الديلي شوية خليه 23 كده. يبقى عندنا التون زي ما انتوا شايفين هو الامب وعليه الداينامكس، وبعد كده زودنا الريفرب والديلي، واخر حاجة حطينا الاوفر درايف عشان يدينا الصوت اللي احنا سامعينه دلوقتي ده. طبعا واحنا بنظبط التون لازم نتأكد ان الفوليوم والتون نوب مظبوطين على حاجة ثابتة، يعني نخليهم ماكسيمم ونجرب التون على الماكسيمم عشان لو ظبط على الماكسيمم هيظبط على بقية البوزيشنز او الاوضاع اللي بيكون فيها النوبز دي معمولة على وضع اقل. تعالوا نسمع التون دي مع الباكينج تراك ده في السي ماينر. ودي كانت إجابة على جزء من الأسئلة اللي جات لي على فيسبوك بخصوص البلو ستونز اللي أنا بستعملها. في الحلقات اللي جاية هتكلم عن التونز بتاعت الديستورشن أو الهاي جين تونز اللي بتستعمل في الميتال وفي الروك. لو عندكم أي أسئلة بعتولي على الفيسبوك اللي هتلاقوا اللينك بتاعه تحت الفيديو. كمان لو عجبتكم الحلقة دي متنسوش تعملوا سبسكرايب على الشانل في اللينك برضو اللي تحت الفيديو عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة، واشوفكم في حلقة جديدة قريب ان شاء الله. سلام.